فندق تطمن هذا العام مختلف تماماً، أصبح أكبر. العام الماضي 60 غرفة فقط، السنة هذه 480 غرفة، زيادة هائلة جداً نظراً للطلب المتزايد على الفندق. أصبح هذه التوسعة، هذا الفندق كما قلنا سابقاً يقدم كافة الخدمات، خدمة الغرف، أيضاً نظافة الغرف، العناية بالإبل، الاهتمام بالإبل، أيضاً يوجد طبيب في هذا الفندق، ويوجد أيضاً حوض استحمام للإبل. الإبل ممكن تروش تغسل بطريقة تهيئ للمسابقة. متى تكون الإبل في هذا الفندق؟ بعد الفحص اللجنة الطبية تستطيع أن تسكن إبلك المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز، وهذا يضمن لك وجود إبل بلا عبث في هذا الفندق. لا يمكن أن تدخل ناقة في هذا، أو سواء فردية أو جمل حتى، إلا بعد الفحص. الغرف هنا ممكن تكون غرف مفردة وممكن تكون غرف مزدوجة. توسعة هائلة لهذا الفندق، نجاح كبير للفندق، يحقق ما يتمناه ملاك الإبل. يخدم في هذا الفندق أكثر من 200 عامل، ما بين عامل نظافة، ما بين عامل تقديم وجبات، سواء الأعلاف أو الشعير أو الحليب أيضاً، الحليب الساخن حسب طلب الزبون. سعر المتن الواحد ليسكن في هذا الفندق 400 ريال، يزاد عليه بعض الخدمات المقدمة. الحليب له قيمة أخرى، وأيضاً بعض الخدمات، حلاقة الشعر مسؤولية المالك، هناك حلاقين يتم جلبهم من الخارج، ليس على مسؤولية النادي وإنما على مسؤولية المالك في موقع مخصص لها. هذه فرصة أمام المستثمرين أن يجعلوا هذا الفندق بشكل سنوي، ويقدموا خدماتهم لملاك الإبل بشكل سنوي، خصوصاً للفرديات التي أسعارها غالية جداً، تصل أحياناً إلى 1 مليون أو 2 مليون أو 3 مليون حسب القيمة السوقية لهذه الإبل. فكرة تطمن ممتازة، ريحت أكثر المشاركين اللي عنده مشاركة في بداية المهرجان، وعنده مشاركة في وسط المهرجان، وعنده مشاركة في آخر المهرجان. يعني أنا بخيم، لكن بخيم آخر المهرجان أو وسط المهرجان، وعندي مشاركة بداية المهرجان، أجي لتطمن وشارك ورجعها، ولجاء وقت إبلي الجمل ولا أكثرية مشاركاتي أخيم تخييم واحد. نسولف معهم قالوا هذه أعز من حلالنا، لأن حلالنا بكيفنا فيه، أما هذه تعتبر أمانة عندنا، ويستقبلونك عند البوابة، يدخلونك بسيارات خاصة، وتجي لحلالك ويدخل معك واحد منهم. اللي بتسويه لابد أنه يكون عندك واحد منهم مرافق. هذا الشيء ممتاز، هذا الشيء عليك وعلى غيرك، وحرص منهم على حلال الناس، وحرص منهم، لأن تطمن ما بعد الفحص الطبي، يعني أنه ما حد يجي يسوي شيء من ضعفاء النفوس أو عبث أو شيء من داخل تطمن، لا، يقولون حنا ما تخلونا جسر عبور لكم، جتنا من الفحص الطبي، حنا نحرص عليها إلين تدخل على اللجان التحكيمية، كأنها لا زالت في اللجان الطبية. هذا مثل ما تقول صندوق أمانات لتوصيل الأمانة لأهله.